السلام عليكم متابعينا الكرام، هل سبق لكم أن كنتم تتصفحون على أحد المواقع وبعدها انفصلت الأنترنت، وعند معاينتك للروتر تجد أن ضوء الأنترنت منطفئ وضوء الADSL بجانبه غير ثابت، يعني هناك رفرفة في الضوء. هذا المشكل إخوتي راجع إلى وجود تشويش أو ضجيج في إشارة الأنترنت. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على حل لهذا المشكل بإذن الله. اولا سندخل لصفحه المودم عن طريق الادرس IP اللي هو 192.168.1.1. لنفترض انك لا تعرف الادرس IP الخاصه بك، لان هناك بعض الرواتر التي لا تشتغل بنفس الادرس IP، يعني ليس بنفس هذا الادرس. فما عليك الا ان تذهب هنا عند هذه الايقونه، ايقونه البحث هنا بالاسفل، تكتب CMD وتدخل الامر التالي IP config، ثم تضغط على enter. ما يهمنا نحن هو أن نبحث على default gateway هنا بالأسفل. هذا default gateway هو الأدرس الخاص بالروتر، كما تلاحظون هو نفس الروتر، هو نفس الأدرس IP الذي قمت بإدخاله من قبل. المهم ندخل للصفحة بكتابة username والpassword الموجود أسفل المودم. إذا لم تقم بتغييره فهو بطبيعة الحال سيكون admin في جميع الرواتر. ما يهمنا نحن هو هذه البيانات، هذه البيانات الموجودة على الصفحة الرئيسية للمودم هي التي سنتعرف من خلالها على العوامل الثلاث التي تسبب في جودة أو ضعف الانترنت الخاص بنا. العامل الأول هو ما يصطلح عليه بالـ SNR Merging، يعني الـ Signal to Noise Ratio، وهذا العامل هو يعطينا نسبة التشويش في الإشارة. ستجد لديك قيمة في الـ Downstream والـ Upstream، كلما كانت هذه القيمة كبيرة يعني أن قوة الإشارة لديك جيدة وخالية من أي تشويش، والعكس كلما كانت القيمة أصغر من 10 فالإشارة ضعيفة جداً وستكون هي السبب في الانقطاعات المتكررة للانترنت. كما تلاحظون أنا لدي 6 في الداونستريم، يعني الإشارة لدي ضعيفة جدا وهناك تشويش. العامل الثاني والمهم أيضا وهو Line Attenuation. هذا العامل هو يعطينا المسافة بينك وبين السنترال، يعني المسافة بين الروتر والمركز الذي يعطينا من خلاله شركة الانترنت تعطينا الانترنت. كلما كانت المسافة قريبة بينك وبين السنترال تكون الإشارة قوية، وهي عكس الـ SNR، يجب أن تكون القيمة هنا صغيرة. الآن يبقى لدينا العامل الثالث وهو CRC الذي يشير إلى فحص الكيبل الخاص بالخط، يعني من المقسم إلى المودم. إذا كانت القيمة 0 فالكيبل جيد وخالي من أي مشاكل، والعكس إذا كان يعطيك أي قيمة معينة كيفما كانت فيجب أن تتحرى من الكيبل وجميع التوصيلات، هل بها التواء أو هي متهالكة من أحد الأطراف. كما تلاحظون أنا لدي قيمة مرتفعة جدا، يعني هناك مشاكل في الكيبل سأقوم بإصلاحها فيما بعد. نحن في هذا الفيديو سنحاول أن نقوم برفع قيمة الـ SNR، هذا ما يهمنا في هذا الفيديو. لماذا سنقوم برفع هذه القيمة؟ لأن جميع المودمات أو جميع الرواتر تقوم بمعادلة واحدة. هذه المعادلة تقوم على مبدأ أن ترفع قيمة الـ Data Rate، يعني سرعة الأنترنت في الروتر، وإنقاص من قيمة الـ SNR. هناك موازنة، يعني إذا كانت قيمة الـ SNR منخفضة يجب أن تكون سرعة الانترنت مرتفعة، يعني الروتر يحاول أن يعطيك سرعة كبيرة بمقابل أن تكون الـ SNR قيمتها صغيرة، وهنا يكمن الخلل. إذا لم نقم بموازنة الـ SNR مع الـ Data Rate، يعني مع سرعة الانترنت، ستكون هناك مشاكل في الخط. نحن سنقوم بموازنة هذه القيم. أولا قبل أن نقوم بالدخول للمودم، الآن سندخل للمودم عن طريق CMD، لن ندخله من المتصفح العادي لكن سندخل عن طريق CMD. أولا يجب أن نفعل خاصية التيلنت، هذه الخاصية لا يمكننا أن ندخل للمودم إلا إذا قمنا بتفعيلها. سنكتب
هنا في أيقونة البحث بالأسفل Control Panel، ثم نذهب إلى Programs and Futures، بعدها سندخل هنا ونبحث عن خاصية Telnet Client. نضع علامة الصح عليها ثم نضغط على OK. ننتظر قليلا حتى يتم التفعيل. الآن بعد أن قمنا بتفعيل هذه الخاصية يمكننا الدخول إلى إعدادات المودم من خلال الكوموند ويندو. نبحث هذه المرة نفس الطريقة هنا بأيقونة البحث عن CMD، نضغط كليك يمين ثم Run as Administrator. بعد فتح هذه النافذة سنتعامل مع الروتر فقط بالأكواد. الآن سنحاول الدخول للمودم عن طريق كتابة كود التيلنت الذي قمنا بتفعيله مسبقا. سندخل لهذه النافذة ونكتب تيلنت والأدرس IP اللي هو 192.168.1.1. نضغط على Enter. الآن يطلب لك الباسورد للدخول، في غالب الأحيان كما قلت مسبقا هو admin، لكن أنا قمت بتغييره. سأكتب الباسورد الخاص بي وأضغط على Enter. الآن بعد أن قمنا بالدخول للمودم سنحاول أن نتعرف على قيمة الديفولت SNR الذي سيمكننا من معرفة قيمة SNR الحقيقية. سنتعرف عليها من خلال كتابة هذا الكود. سأترك لكم جميع الأكواد بصندوق الوصف أسفل الفيديو. سأقوم بعمل كوبي وباست لهذا الكود هنا في هذه النافذة، ثم نضغط على Enter. نبحث الآن في النتائج عن كلمة Intel SNR و Fast SNR. يجب علينا أن نحفظ جيدا هذه القيم، سنحتاجها فيما بعد. أنا سأقوم بكتابتها هنا لكي أتذكرها جيدا. سأكتب القيمة الأولى وهي 512، والقيمة الثانية هي 1280. ثانيا سنحاول أن نعرف القيمة الحالية للداونلود SNR Margin. سنقوم بمعرفتها عن طريق الأمر الثاني. سنعمل له كوبي ثم باست في النافذة، في نفس النافذة، ونضغط Enter. فكما تلاحظون في النتائج فقيمة النويز مارجن SNR أو قيمة التشويش هي 6 ديسيبل. وكما كنت قد شرحت قبل قليل أننا نريد أن نرفع قيمة SNR ما بين 10 و20 على الأقل. الآن وقد تعرفنا على قيمة النويز مارجن أو النويز SNR مارجن، فمثلاً سأعطيكم مثال. إذا كانت قيمتها هي 10 ونحن نريد أن نرفعها إلى 15، سنقوم بزيادة 5 في العلاقة التالية. الآن في هذه المعادلة X يمثل الديفولت SNR الذي قمنا بالعثور عليه منذ قليل، والواي هو القيمة المضافة للوصول إلى القيمة المرجوة. الآن سنمر للتطبيق. لدينا قيمة Default SNR هي 512، سنعوضها في هذه العلاقة ونكتب 512 هي قيمة الإكس زائد قيمة الواي هي القيمة المرجوة التي سنضيفها للنويز ميرجن. لدينا النويز ميرجن هو 6 ونحن نريد أن نرفعها إلى 16 مثلا، سنقوم بإضافة 10، يعني قيمة الواي هي 10. سنعوضها في هذه العلاقة ونكتب 512 زائد بين قوسين ناقص 10 هي قيمة الواي ضرب 512. هذا رقم 512 هو رقم ثابت،
يعني الكل يساوي قيمة معينة. هذه القيمة سنحتفظ بها، سنقوم بحساب هذه المعادلة 512 في ناقص 10 ضرب 512، الكل يعطينا ناقص 4608. سنحتفظ بهذه القيمة ناقص 4608. نمر إلى الديفولت SNR الثاني 1280. نفس الطريقة سنكتب 1280 زائد القيمة المرجوة المضافة هي 10، يعني زائد ناقص 10 ضرب 512. الكل بين قوسين. سنقوم الآن بحساب هذه المعادلة عن طريق الآلة الحاسبة. ناقص 10 في 512 زائد 1280 تساوي ناقص 3840. هذه هي القيمة الثانية، قيمة الام الثانية. الآن وبعد أن قمنا بحساب القيمة الأولى والقيمة الثانية، سنعوضها بالحرفين ام الأول والام الثاني في هذا الكود. يعني سيصبح الكود المكتوب باللون الأزرق سماوي متبوعا بالقيمة الأولى ناقص 4608 والقيمة الثانية ناقص 3840. لا تنسى أن يكون بين القيمتين space، يعني أن يكون هناك فراغ بين القيمتين في الكود. ثم نقوم بعمل copy لهذا الكود ثم باست في الكوموند ويندو. كما تعلمون أصدقائي، الروتر يقوم بعمل ريفرش كل دقيقتين أو أكثر. إذا لم يتم التجاوب معه سيسجل خروجه، فما علينا الآن إلا أن نعاود الدخول للروتر مرة أخرى من نافذة الكوموند ويندو. إذا للدخول للموديم سنقوم بنفس العملية السابقة وكتابة كود تيلنت وبعدها الأدريس آي بي وتسجيل الدخول عن طريق كتابة الباسورد. الآن بعد أن قمنا بالدخول من جديد سنضغط على باست للكود الذي قمنا بعمل كوبي له منذ قليل ثم نضغط على انتر. إذن الآن بعد أن تم تسجيل القيم الجديدة سنقوم بإعادة تشغيل المودم من جديد بالأمر التالي، وسنقوم بعمل ريزت للمودم. الآن سنقوم بعمل كوبي لهذا الكود ثم باست في نافذة الكوموند ويندو ثم نضغط على انتر، وكما تلاحظون قد أعطانا الأوكي، أي أنه قام بعمل ريزت للمودم. سنذهب الآن إلى صفحة ستاتيو للتأكد من القيم الجديدة. كما تلاحظون الروتر يقوم بعمل ريفرش لخط الانترنت، يعني يعمل initialization. سننتظر قليلا حتى تعود الانترنت. وكما تلاحظون بعد أن عادت الانترنت من جديد نلاحظ ارتفاع قيمة الاسنر، يعني من 6 إلى 14، يعني قيمة مهمة جدا. وتلاحظون أيضا الداتا ريت قد انخفضت قليلا، يعني سرعة الانترنت انخفضت بمقارنة مع ارتفاع في الاسنر. يعني هذا ما نريد، نريد تشويش أقل وسرعة متوسطة كي لا تنقطع معنا الانترنت مطلقا. وتلاحظون أيضا حتى قيمة CRC المسؤولة عن الأعطاب في الكيبل والخطوط والتوصيلات، يعني أصبحت صفر. فأنا قمت بإعادة فحص الكيبلات والتوصيلات وأصلحت المشكل. أيضا أصبحت لدينا قيمة صفر، يعني خالية من أي مشاكل.
إذن لحد الآن لم نقم بأي شيء، ما قمنا به كان فقط تجربة لهذه الطريقة كي نتأكد من أن قيمة الأسانير سترتفع معنا، لأنه إذا ما قمنا بإطفاء الروتر وإعادة تشغيله سيعود كما كان في السابق. الآن لكي نحفظ الإعدادات سندخل الأمر التالي، سنقوم بعمل كوبي لهذا الكود ثم باست في هذه النافذة، نضغط على Enter. كما تلاحظون يعطينا بعض الأوامر، يقول لك إذا ضغطت على حرف الكيو سنخرج من النافذة، إذا ضغطنا على حرف الإكس سنقوم بعمل سيف، الحرف الآي يعني سندخل أمرا جديدا، ودي يعني ديليت إلى غير ذلك. الآن نحن سنضغط على حرف الآي لأننا نريد أن ندخل الأمر الذي نرغب في أن نقوم بحفظه، سنضغط على حرف الآي دون أن يظهر معنا، ثم سنقوم بعمل كوبي للكود الذي نرغب في حفظه وهو الكود الذي قمنا بكتابته مسبقا، يعني الكود الذي سنقوم بحفظ القيم التي قمنا بحسابها من قبل. نعمل له كوبي باست أيضا ثم نضغط على Enter. والآن سنقوم بالضغط على حرف الإكس كي نقوم بحفظ البيانات. في الأخير ندخل إلى المتصفح وندخل لستاتيو لكي نتأكد من القيم الجديدة. كما تلاحظون قيمة الأسانير ارتفعت، أصبحت 17 وهذا جيد جدا، والداتا ريت حوالي 10 ميجا بايت، يعني سرعة ممتازة مقارنة بالتشويش، فالإنترنت الآن أصبحت جيدة جدا. إذن في النهاية أقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذا الفيديو.